في العام الماضي تناولت موضوع في صحيفة الوطن البحرينية بعنوان البحرين مفتاح لكل القلوب. تحدثت فيه عن موضوع حدثني فيه والدي رحمه الله عن ما هي البحرين. فكان يقول لي إذا ضاقت بنا سبل العيش، هذا الكلام ده طبعا في الأربعينات أو ما قبل الأربعينات، ذهبنا نلتمس النواخذة اللي بيروحون للبحرين عن طريق ميناء العقير. فكنا نذهب إلى البحرين، نستقر في البحرين أشهر كبيرة، نعمل وإلى آخره، ثم ننتقل إلى الهند. في الهند هناك نشتري كل ما يلتزم من أقمشة، من البخور، من البهارات إلى آخره، نعود مرة ثانية إلى البحرين، نبيع جزء منها في البحرين، ثم نعود مرة ثانية للمملكة العربية السعودية. لذلك البحرين ليست مجرد دولة لها علاقة بدولة أخرى. البحرين هي مركز تجاري قديم وكبير جدا، مركز اقتصادي كبير، مركز ثقافي، مركز حضاري. نشأت العلاقة بين المملكة العربية السعودية والبحرين منذ القديم، كما تفضل قبل قليل ضيفك. هذه العلاقة ليست مجرد علاقة سطحية، ولكن يوجد بيننا بين السعودي والبحريني أواصر كبيرة جدا، أهمها موضوع النسب. كم بحريني متزوج سعودية؟ والعكس صحيح، كم سعودي متزوج بحرينية؟ كم بحريني خوالة بحرينيين وعمام سعوديين؟ والعكس صحيح، كم بحريني يمتلك مقر له في السعودية وكم سعودي يمتلك له مقر في البحرين؟ اللي يذهب من عندنا للبحرين لا يطلق عليه مسافر. يعني لما يقول واحد والله أنا رايح الكويت، والله أنا بسافر الكويت، إنما لما يقول أنا بروح البحرين يقول والله أنا واصل مشوار البحرين، كأني بقول أنا والله واصل مشوار الحسا من الدمام إلى الحسا. لذلك وضع البحرين بالنسبة للسعودية يختلف عن وضع أي دولة عربية أو أي دولة خليجية. هناك شيء كبير جدا يربط بين المملكتين والقيادتين السعودية والبحرينية. نحن نعلم جيدا مدى اهتمام المملكة العربية السعودية بدور مجلس التعاون وبالذات البحرين. أمن البحرين من أمن المملكة العربية السعودية، وهذه هناك خط ثلاثة خطوط حمراء. نعلم جيدا في 2011 كانت هناك مؤامرة دنيئة جدا كادت أن تقع على البحرين واعتصام دوار اللؤلؤة، وكانت هناك مخطط من العدو إيران إلى كذا. ولكن حينما علمت المملكة العربية السعودية وتحركت قوات درع الجزيرة العربية إلى البحرين، فشل المخطط الذي كان يرمي إلى الدخول إلى البحرين. لذلك وحدة البحرين، المملكة العربية السعودية، هي شيء مثل ما تفضل قبل شوية الزميل، لا ينفصلان أبدا أبدا في كل الظروف في كل المستويات. نحن نشعر السعودي حينما يكون في البحرين يشعر بارتياح، يعني في كل أموره. لما أمشي أنا في الشارع أحس كأنني أنا ما أمشي في الخبر، أطلع الفلوس السعودية وأشتري فيها أي شيء من أي محل في البحرين. أيضا البحريني يطلع الدينار البحريني ويشتري منه بأي شيء في المملكة العربية السعودية. لذلك الإحساس هناك بالتقارب، التقارب الـ 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 الروحي، التقارب بين الأفراد، التقارب بين البشر كبير جدا. والميزة الأساسية والوحيدة بين المملكة العربية السعودية وبين البحرين تختلف عن أي دولة ثانية، سواء هذه الدولة عربية أو دولة خليجية. وإحنا طبعا حظينا كثير جدا في مناسبات بالإعلاميين، الأخوة الإعلاميين البحرينيين في مواسم الحج، خصوصا في موسم الحج كنا نجتمع مع الزملاء من التلفزيون البحرين، من الإذاعة، من الصحف البحرينية. نجد على أن هناك أراء موحدة، أراء ليست فيها اختلاف وجهات نظر، يعني بل تطابق وجهات النظر فيما بين الإعلاميين البحرينيين والسعوديين. نحن بحاجة إلى زيادة في التكاتف، زيادة في اللحمة الخليجية بصفة عامة. نحن نواجه تربص عدو
يحاول اختراق هذه اللحمة. احنا في مهندسة التعاون الخليجي حقيقة منذ تأسيس المجلس أعطينا إثبات كميل وقانع على أن دول الخليج هي دول وحدة متماسكة في كل ما من شأنها، لكن هذه الوحدة هناك أعداء يحاولون دخول هذه الوحدة وفك هذه الوحدة، لكننا محتاجين إلى أن نكون أكثر قوة وصلابة مما نحن موجودين عليه. احنا أثبتنا للجميع ولله الحمد تمسكنا ووضعيتنا، لكن أيضا ندعو حقيقة إلى أن تكون هذه الوحدة أقوى بمشيل. احنا محتاجين إلى أن تكون وحدتنا العسكرية واحدة في مواجهة تطلبات أي تدخل خارجي يحاول فك هذه الوحدة. محتاجين إلى لحمة اقتصادية أكبر، تعليمية كما تذكر الزميل الأخ الشمري قبل كل شيء في كل الاتجاهات. لا نقول من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في خليجنا وفي مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي. وشكرا لكم صحيفة الوطن من الأعماق على هذه البادرة الطيبة.